رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنت عايزه اعرف انت مؤيد لافلام السكي ولا ضدها؟ اقول لك على حاجه، يعني في هجوم كبير جدا عليه، انت مع الهجوم ده ولا ضده؟ هقول لك على حاجه، لا انا الفن مش حكر على حد، اللي عايز يمثل يمثل، اللي عايز يغني يغني، اللي عايز ينتج اي حاجه ينتجها. الجمهور عايز ايه والجمهور هيروح لمين، هو ده الفيصل. هقول لك على حاجه، بره في انجلترا مثلا، احنا انا ما بقارنش عشان محدش يقارن، انا ما بقارنش، انا اقول لك مثال لبلد زي بتطرح الفكر. فاهم؟ مسرح شكسبير موجود في الشارع الفلاني، الخريطه بتاعته يوم كذا الساعه كذا مسرحيه كذا لغايه اخر السنه. انت ممكن تحجزي من النهارده لبعد 5 سنين على فكره، يعني ممكن تحجزي من النهارده ل 2020 مسرحيه كذا يوم كذا. ماشي؟ مسرح شكسبير موجود، مسرح هلس موجود، مسرح اجتماعي موجود، مسرح بورنو موجود، كل ده موجود. الجمهور عايز يروح هنا يروح هنا، اللي عايز يروح هنا يروح هنا، اللي عايز يروح هنا. طب كمنتج، مش هقول كفنان، ايه سر نجاح الخلطه السكيه؟ بمعنى ان الرقاصه على الاغنيه الشعبيه على الحدوته المعتاده في هو كل الافلام، هو مش سر نجاح، هو ذوق ناس بتروح، ذوق ناس بتروح. هو بيعمل الفيلم، الاستاذ محمد او الاستاذ احمد بيعمل فيلم منتهى الذكاء، هو بيكلف فيلم. خلي بالك، لاني برضو اليات السينما غير اليات التلفزيون. المدخول بتاع سينما، الناس فاكره مثلا الفيلم حقق 20 مليون، ال 20 مليون المنتج اخذهم، لا المنتج ما بياخدش 20 مليون، المنتج بياخد 30% تقريبا من التذكره او 35% حاجه كده. فاهم ازاي؟ فعشان وبعدين برضو الناس ما بقتش تروح سينما زي زمان، يعني ما يعني السينمات ما عليهاش ضغط زي زمان، انت فاهم؟ فهو بيعمل الفيلم بتوليفه معينه، تحس ان هو تجيب له رقم معين هيكلفه هو برقم كذا، عشان هو ذكي جدا في الحته دي. فاهم ازاي؟ في كصناعه، شايف انه منتج شاطر، يعني كصناعه انه بيقدر على الاقل يجيب فلوسه وما يخسرش. وفي نفس الوقت في سينما شغاله، فدي حاجه كويسه في حد ذاتها. الناس بقى تروح ما تروحش، ده ذوق ناس، ده ذوق مجتمع. انت تعرف ان الناس كتير قوي مستفزه من فكره ان اعماله رغم انها هابطه او نسبه كبيره، مش هنقول كلها، الا انها بتحقق ايرادات. والوحيد اللي شغال يعني فضل يعني بينتج افلام في عز ان المنتجين كلهم توقفوا ايام الثوره. ما هو ده نجاح ليه؟ يعني انا بتكلم دلوقتي على راجل صناعه، راجل صناعه في الفن تقريبا، هو المنتج الوحيد اللي كان شغال، انه خلى في سينما في مصر شغاله. انا مش بتكلم ان انا معه ولا ضد، انت بتتكلم انا بتكلم بشكل عام من بره، يعني الصوره من بره. فاهم ازاي؟ بالظبط. انا بقى كممثل اشتغل ده ولا ما اشتغلش ده، دي بتاعتي انا. فاهم ازاي؟ انا اشتغل مع استاذ محمد، اشتغل مع استاذ احمد، اشتغل مع اي حد على حسب الورق اللي يعجبني انا بفكري انا. فاهم ازاي؟ زي انا اشتغلت مع الاستاذ احمد السبكي، سالم ابو اخته، انا عجبني الفيلم، والفيلم ما فيهوش اي حاجه اعتقد، يعني الفيلم بالعكس الفيلم فكرته كويسه جدا والموضوع محترم جدا وجديد، وانا كان بالنسبه لي الشخصيه عجباني ومهمه واضافت لي. فاهم ازاي؟ فانا بحسبها كده. ممكن جدا زميل ليا ما يعجبوش الفيلم او ما يعجبوش الشخصيه دي لو كانت اتعرضت عليه، زي ما انا جالي افلام وعلى فكره نجحت، بعضها نجح وجات لي انا رفضتها، انا قلت مش عايز اقدم. ما هقول لك حاجه، ما هو ده اللي استفز عدد كبير من النقاد. يعني كان في تعليق من بعض النقاد على فكره انك فعلا بيتعرض عليك اعمال سينما وبتعتذر عنها، وانت كمان مقل في الاعمال السينمائيه، فعودتك مع السبكي فكان بالنسبه لهم في البدايه امر يعني غير متوقع. بصي، انا انت قلتي كلمه في وسط الحوار في الاول خالص، ما كناش بنتكلم سينما. السينما تاريخ، ده صحيح. انا ممكن اتفرج على فيلم انتاج سنه 60 دلوقتي، ده حقيقي. صعب اتفرج على مسلسل انتاج سنه 70 دلوقتي، لا ما صعب. مش كتير لكن طبعا. السينما احنا بتشوف افلام الاسود، انا شفت 20 فيلم 20 مره و30 مره وحاجه مبدعه. فالسينما تاريخ، لازم لما انا اعمل فيلم انا ابص له كمشاهد مش كممثل، ابص له كمشاهد، هل انا هتفرج على الفيلم ده ولا لا، وممكن اشوفه تاني ولا لا، وتالت ولا لا. انا بحكم كده على فكره. فاهم ازاي؟ فحتى الافلام اللي بتتعرض ان انا اروح اشوفها حتى لو مش بتاعتي، هل الفيلم ده، ما انا عارف قصه الفيلم، احنا في الوسط بنبقى عارفين الفيلم ده، انزل اروح اتفرج عليه فعلا وممكن اشوفه تاني وتالت، هو دي السينما. طب من خلال خبرتك، ايه عناصر نجاح اي عمل في الوقت الحالي باستثناء الخلطه السكيه؟ الورق. طب ما في اوقات بنشوف حدوته كويسه لكن الاخراج تعبان، ما هي بقى النقطه، ما انت بصي، الورق مع مخرج كويس، مع منتج يعرف يجيب ممثلين، صدقني مش شرط يكونوا ستارز او سوبر ستارز، ممثل يعني يعرف يعمل الشخصيه دي. بس بدليل السينما الامريكيه انت بتشوفي افلام كتيره جدا 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 ناجحه جدا 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 جدا، ومعظم افلام ناجحه انت ما بتعرفيش الممثلين بيمثلوها، لان هما بيجيبوا ممثلين كويسين يعرفوا يعملوا، هو صدقيني الورق والمخرج والانتاج. طب بصراحه كده، يعني من وجهه نظرك مين اشطر منتج في مصر؟ بس من حس ايه؟ والله مش بس في الايرادات، لا، انه قدر يحقق المعادله الصعبه، انه يحقق ايرادات وفي نفس الوقت يقدم عمل محترم. كتير 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 والله، يعني انا بقول لك زي مين؟ يعني في السينما في طبعًا. انا شايف ان يعني سواء الحاج احمد او الاستاذ محمد، انا شايف ان هم ناجحين.
انا شايف الاستاذ كامل ابو علي كان منتج كويس جدا جدا وان شاء الله يرجع يشتغل تاني. هو داخل فيلم قريب. شركه نيو سانشري بتقدم افلام كويسه جدا يعني. محمد حفظي منتج كويس قوي على فكره في العالمي لا وغيره عمل افلام تانية. لا بتكلم عنده تجارب كويسه معاي. محمد بيشتغل برضو في فكر. في التلفزيون في منتجين كتير يعني. التلفزيون الباب مفتوح يعني. في منتجين كتير وفي منتجين تاسفي ان هم بيشتغلوا يعني. في التلفزيون بالذات انت تاسفي على بعض المنتجين فيه يعني. في نوعيه في التلفزيون المفروض تبطل انتاج بجد يعني. التلفزيون ده خطير جدا. انت السينما بمزاجك ممكن تنزلي تروحي تتفرجي ولا لا، لكن التلفزيون ده بيدخل بيتك. فاحنا للاسف في التلفزيون انا مش عارف يعني كانتاج دراما او حتى الاعلانات بقى في اعلانات عيب يعني الواحد يتفرج عليه. اعلانات اللي هو الترفيه، البرامج، في برامج كتير جدا انا مش عارف بصراحه الاعلاميين او المقدمين بيقدموا عايزين ايه. عايزين ايه يعني؟ انتوا عايزين ايه من البلد اكتر يعني؟ فالتلفزيون هو اللي بقى فيه مشكله مش السينما. طيب يعني حته الاعلام بمعنى ايه؟ هل انت غير راضي عنه في الوقت الحالي ولا ايه؟ طيب احنا بنتكلم بصراحه عشان لا بس لا. يعني انا بصي انا جيت فانا اتكلم يعني. لا طبعا لا طبعا انا بشوف برامج كتير يعني بدون ذكر الاسماء باحترامي الشديد يعني. يعني يعني اقول لك على حاجه، انا الوحيد اللي بحب اتفرج عليه الاستاذ اسامه كمان بكامل جد. راجل محترم وانا فخور ان عندنا على الشاشه شاشه مصريه هذا الرجل. لكن احنا في ناس غلط يعني، عيب على الشاشه المصريه يا جماعه. مصر واعلام مصر يعني بتشوف ان الاعلام نموذج لاشتعال بعض الموضوعات. طب ما حدش يزعل، انا بتكلم والله وجهه نظري، ممكن اكون غلط ممكن اكون صح، انا بقول وجهه نظري. في ناس محترمه كتير بس في ناس برضو ما ينفعش تطلع على الشاشه. وفي التلفزيون بقول لك، انا حتى في شغلتني في التلفزيون في منتجين ما ينفعش ينتجوا. يا جماعه انتوا بتقدموا ايه؟ ايه ده؟ ايه المسلسل ده ولا ايه ده؟ محمد انت